فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه موجود الآن في المسجد، وأنكم قلتم في درس سابق إنه أدخل في المسجد بقوة السلطان في حينه، فلماذا لا يسعى العلماء في هذا الزمان بإخراجه من المسجد منعا للبدع؟ وما حكم القبة الخضراء التي فوق القبر الآن؟ أنا قلت لكم مرارا وتكرارا، وهذا موجود في الكتب وفي كلام الشيخ نفسه، سيأتي إن شاء الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. كيف يدفن في المسجد وهو ينهى عن ذلك قبل وفاته بخمس؟ هل تظنون أن الصحابة يدفنون في المسجد؟ ما يعقل هذا أبدا. فهو دفن في بيته، ولأجل حمايته من الشرك، لأجل حمايته من الشرك. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. فهو دفن في بيته لهذا الغرض. كونه دخلت الحجرة فيما بعد في المسجد لا يدل على أن الرسول دفن في المسجد. هل إدخالها خطأ؟ لكن الرسول ما دفن في المسجد، هذه مغالطة. اللي يقول أن الرسول مدفون في مسجد مغالطة واضحة أو مكابرة للتاريخ، فلا حجة لهم في ذلك. وأما مسألة السقف على الحجرة، هذا موجود، الرسول دفن في حجرة ولها سقف ولها جدران، على أنه حجرة ما على أنه بني على قبره. تنبهوا لهذا، ما هو الرسول دفن في أرض فضاء ثم بني عليه وسقف، لا، هذا ممنوع، لكنه دفن في بيته الذي كان يسكنه، وهو له جدران وله سقف حماية له، فما مبني على أن أصل أنه بيته سكن، ما بني على أجل القبر. تنبهوا لهذه الأمور، لا تلتبس عليكم أو يشبه عليكم بعض المغرورين. نعم.